ناشفا جامدا، بينما الإعلام الجديد كان متحرك ونجح في أن يكون في كل محل في العالم وأن يغطي كل الأخبار، ولكن أيضا أن يكون متفاعلا مع الجمهور العربي. جميل. ولذلك هذا كان كله نجاح، ولكن طبعا ككل بداية لابد أن فيها أخطاء، وأن هنالك يلزم بعض من الوقت لكي يتعلم الإنسان في مهنة جديدة كيف يحسن. طيب، إذا قلنا إنه حضرتك اتفقت معايا إنه كان ده يعني إنشاء وحدة من هذا القبيل في لندن للتواصل مع الإعلام العربي، فيها اعتراف أو فيه اعتراف مباشر بنجاح الإعلام العربي وتأثيره، لكن برضو مش عارف حضرتك هتتفق معايا إنه كان برضو في نفس الوقت بيعكس إيمان خاصة من الإدارة السابقة، إدارة الرئيس جورج دبليو بوش، بما يسمى بال فيس ليفت كوزموتكس اكثر من السبستانس او تغيير حقيقي، عمليه تجميل لشيء يعني لو هو اساسا جميل مش هيحتاج لقسم زي ده. لا، دائما الواحد بيحتاج لتجميل. على كل حال، لا اظن يعني الشيء الاخر الذي انا حاولت ان اقوم به من خلال الاعلام هو أن مش بس فقط أن يكون الإعلام، يكون الأمريكي الدبلوماسي موجود متواجدا طول الوقت، ولكن أن يكون هذا التواصل ذو اتجاهين، بمعنى أنني أنا عندما كنت أتحدث باسم الخارجية الأمريكية مع جمهور عربي أو مع يعني بعض النقاد، بنفس الوقت كنت أنقل الانتقادات إلى واشنطن، وكنت من الذين طالبوا في واشنطن أن صانعي السياسة، صانعي القرار، أن يأخذوا بعين الاعتبار ما تأتي به الدبلوماسية العامة من أفكار وآراء وانتقادات. لذلك كنا نطالب بأن يعني من الحاجة إلى تغيير بعض السياسات، تأتي المؤشرات من بالفعل من الإعلام العربي ومن الحديث مع النقاد العرب. ولذلك يعني كان ممكن أنه أحيانا مش بس الصورة مشوشة، ولكن ربما السياسة مشوشة تحتمل تجميل وتصحيح. وعلى الدبلوماسي الأمريكي أن يساعد في تصحيح الخط إذا لازم. يعني أنا في اعتقادي إن دي يعني مهمة تقترب من الاستحالة. يعني خلينا نعترف إنه على الأقل من وجهة نظر ناس كثيرين في العالم العربي هناك إحساس بالمعايير المزدوجة في السياسة الخارجية الأمريكية. قناة الجزيرة استطاعت أن تصل إلى بعض السكوبس أو السبق الإعلامي في أثناء الحرب، دي فترة الحرب، يعني دي الفترة اللي خلاص تم فيها تكميم الأفواه بدءا بالصحفيين الأمريكيين نفسهم بتخويفهم، عملية intimidation إنه our boys in the field، ولادنا دلوقتي في ميدان الحرب أخرس. أنا لم أرى ذلك. لا، خليني يعني أنشط ذاكرات حضرتك. كوندوليسا رايس رفعت السماعة لرؤساء التحرير ورؤساء تحرير سواء الجرائد أو الشبكات التلفزيونية الرئيسية، Our Boys in the Field، وتابعها بعدها بيوم أو يومين في داونينج ستريت مقر رئاسة الحكومة البريطانية استدعاء لرؤساء التحرير، نفس الرسالة عن طريق أليستر كامبل مساعد أو مستشار الإعلامي لرئيس الوزراء السابق توني بلير، نفس الرسالة. الفترة دي الفترة السابقة للحرب، الانتميديشن اللي حصل للصحفيين، من الطبيعي في كل حرب وفي كل أجواء أمنية صعبة أن يكون هنالك توتر ما بين الإعلام والحكومة وقوى الأمن، وذلك لأن المصالح تختلف. الحكومة والقوات العسكرية تريد الأمن والحماية لجنودها، هذه الأولوية، وليست الأولوية أن يحصل الصحفي على ما يريد من خبر أو من مقابل.
من الصحفي عنده بالعكس. يعني حضرتك بتقول بشكل غير مباشر انه حريه التعبير وحريه الصحافه كلها مفاهيم نسبيه، المفروض ان هي من ضمن مجموعه من المفاهيم قامت عليها الولايات المتحده الامريكيه كدوله وكشعب وكمجتمع. لكن اذا 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 وافق ذلك اهتمامها في وقت من الاوقات فاين اوكي، اذا لم يتفق يبقى لا. لا انا بقول يعني انه ما فيش شيء مثالي دائما باي علاقه في توتر. اجمالا العلاقه في امريكا بين الحكومه والصحافه جيده، ولكن تمر بمراحل توتر. الدبلوماسي او مش الدبلوماسي صانع القرار من طبيعته بحاول يحافظ على بعض الاسرار. الصحفي دائما لازم بحب يكشف الاسرار، فالتوتر قائم دائما، هي مسألة درجة يعني. فبأيام الحرب هذا التوتر بيزداد، لأنه العسكري اللي بيحارب ما بيحبش أنه باللحظة اللي بيحارب فيها تعرف الأمور، بيحب يكون عنده شوية وقت يفكر ويقدم الأمور بطريقة من مصلحته هو. فيعني التوتر قائم، ولكن نسبة برغم من كل هذا التوتر خلال الحرب في العراق كان الجيش الأمريكي يخصص دور للصحفيين لكي يرافقوا الجنود في المعارك. أنا عايز أتكلم عن النقطة دي، بس قبلها أنا عايز أتكلم عن مبدأ، يعني إذا كانوا الصحفيين في بعض الأحيان ممكن أن يحكم على أنه هم أشرار انطلاقا من القاعدة دي، أنه هو ممكن يعمل حاجة يعني يتم الحكم عليها أنها مش في صالح سواء العسكريين أو السياسيين عند لحظة معينة، لكن يمكن يكون مقبول أنه هو شرير بس هو الشرير بتاعي أنا. لا هو مش يعني مش الصحفي ما يعتبر شرير، يعني يمكن مشاغب ولا معاكس ولكن مش شرير. يعني فقط أنه تعرف هو النظام الأمريكي كله قائم على المضادات، يعني بكل شيء في ضغط وضغط مقابل. فمن الطبيعي أنه السياسي يحاول يمنع بعض المعلومات عن الصحفي حتى لو بكل الديمقراطيات يعني. ومن الطبيعي أنه الصحفي يشاغب ويعاكس ويحاول يحصل على المعلومة، فهذا التجاذب طبيعي طالما بقى في ضمن معقول وضمن قانوني. يعني طيب على سبيل المثال قناة الجزيرة أذاعت مرة لقطات لمجموعة من الجنود والمجندات الأمريكيين والأمريكيات الذين وقعوا في أسر القوات العراقية في بداية الغزو. قامت الدنيا وما قعدتش. How dare you؟ إزاي تجرؤ أنك تذيع حاجة زي كده وتعمل؟ لا هو طبعا كانت لحظات حرجة جدا، اللي يعني الغضب الأساسي كان تجاه الناس اللي ارتكبوا هذه الأعمال ضد الأسرى في العراق، والغضب الثاني كان لبعض المرتكبي هذه الجرائم الذين صوروها. وبالتالي أنا شخصيا كنت مع أنه الصحافة لما تحصل على معلومة من هالنوع لازم تذيعها، عندها مسؤولية يعني لازم تذيعها، لازم تعلنها. طيب. واللي كشف ما حصل في أبو غريب هي الصحافة الأمريكية بالأول، ومن بعد تنقلتها وسائل الإعلام عالمية. أنا بالنسبة لي شخصيا الصحافة الأمريكية قامت بواجبها، أنه حصلت فضيحة كبيرة وجريمة، ولذلك أعلنتها. وهلأ بعدين إيش تعمل بهذه المعلومة؟ تلعبها على الهواء 12 ساعة في النهار، ولا تلعبها وتعمل تحليل إلها بمكانه بمحله وتمشي لأمور أخرى؟ هذا يعني تضخيم تكرار أكثر من اللازم هذا الموضوع. أوكي. دكتور نبيل، أنا كنت في بغداد قبل الغزو بحوالي أسبوعين، والقواعد صدرت في الفترة دي من الجيش الأمريكي ومن المسؤولين الأمريكيين الكبار. كل واحد كان عارف أن الغزو هيحصل، اللي ما كانش معروف إمتى بالضبط. يعني لفترة طويلة كان معروف أنه خلاص انتهت الأمور وفي كاونت داون، يعني العد التنازلي إمتى بالضبط ده اللي ما كانش معروف. لكن من الناحية الإعلامية
صدر التعليمات، يا اما انت معانا. نفس الفلسفه اللي بداها جورج دبليو بوش من بعد 11 سبتمبر على طول، يو ار ايذر وذ اس اور وذ ذا تيرورست، يا اما انت